صباحكم ومساءكم بكل خير اخواني اخواتي. اليوم معكم بهذا العود انيق، شوفوا ما شاء الله التناسق والجمال اللي فيه ما بين الوجه والظهر والنعم. طيب مواصفات الوجه عندنا من السدر، الزخارف من الميبل بيرد ايس، ميبل مناسبة هذا البيرد ايس بالنسبة للمضرب والكتافة، اما المسطرة من الميبل تمام، مع زخارف عرقين من الونجي. الظاهر عندنا من الميبل والمهوغني بالإضافة للزند والبنجق بالكامل، البنجق من الطرفين من المهوغني، المفاتيح الأبانوس درجة أولى، الزند عياري، من هنا نقدر نتحكم بالدوسة من خلال الشد والرخي، وهذه الميزة تحمي زند العود من تقوس مع مرور الوقت، وبتمكننا من التحكم بالدوسة من خلال الشد والرخي بكل بساطة، وهذه الميزة عليها ضمان لمدة 5 سنوات، تبقى الدوسة قريبة بدون أي مشاكل إن شاء الله، وعندنا الاختبار المتعودين نجري هاي على الزيرو، نشوف كم بعد دوسة معانا اليوم بهذا العود الجميل والأنيق. اوكي 2.1، يعني يقول 2.1 هذا شيء ما يبين اصلا، تخيل انت 2 ميلي الدوسة يعني، وهنا طبعا اقل من 1 ميلي في بداية الزيت. اوكي قياسات العود، العرض 36 عمق 20، طول الزند 19، نص عرض العظم 3.9، الأوتار من البيراميد 5 أوتار، ممكن نزود السادس عند طلب العود، ممكن تحط في الموقع ملاحظات إضافة وزر السادس تكرم عينك. نبدأ إن شاء الله نسمع صوت العود، نكتب له مكتب صحة صوتية مثل ما تعودنا دائما إن شاء الله. نبدأ بسم الله. Thank you.
خمسة أطار بيعطيك يعني هيك خيال مميز. ما بعرف بتوافقون ولا اكتبوا لي بالتعليقات. نجد الاختراع الأخير على العزف بهذا العود وهو العزف الفينجر بوت. Thank you.